إيش كثر الصادفون في حياتكم من المتكبرين اللي رافعين خشومهم على بطل بعد كان زين على شيء عدل. الكبر لله سبحانه وحده هو مالك الملك، مهما بلغ الإنسان من الملك ينفخ خشمه وينفخ صدره ويرفع رأسه ويطالع الناس كمهم حشرات، ترى هو الحشرة. الواحد دائما لما يكون حديث للنعمة هذه الصفة تغزوه، ولكن الكيس الفطن شو يسوي؟ يكسر هذه النفس. كل ما زاد كل ما زاد تمجيده من الناس، كل ما ارتفع كل ما على صيته، أدب نفسه إنه ما تتكبر، لأن مهما وصلت أنت صغير. ورب العالمين شنو جزاء المتكبر اللي يمشي كأنه يختال؟ جهنم والعياذ بالله منها، النار. في ناس بعد من زود الكبر والبطر وعبالهم بتخلدون بعد يقول النار، اش دراني بادش نار بادش جنة. بعد عندهم الحمد لله والشكر من زود الكبر اللي فيهم حتى ذي. إذا ما تخاف من الآخرة، الدنيا ترى ربي بأدبك هني، بيكسر خشمك هني في الدنيا. إذا غرتك المادة تطير، إذا غرتك الصحة فيروس كما نشوفه لعب في حسبة العالم فوق السنة. هاي جنود الله ضعيفة صغيرة، لكن قوتها وجبروتها من جبروت من سلطها على اللي ما يحسب الحساب. الواحد لما يكسر نفسه كل ما زاد صيته ربي يعليه يزيد مقامه. شعراوي مرة سمعت له كان في أحد المحاضرات الله يرحمه يقول من كثر ما الناس سووا له احتفالية كبيرة واستقبال وكأنه جايهم وزير، من الشوارع ومن الحالة وقف السائق عند أحد المساجد عزكم الله ودخل الحمامات ينظفها ويغسلها، يبي يكسر نفسه عشان ما تكبر. لازم في كل موضع نأدب هذه النفس اللي هي سبب تهلكة، ترى مو ببليس، نفسنا هي اللي تلعب فينا لعبة، نكسرها نهذبها نأدبها عشان نعلى. فاللي متكبر وشايف روحه على الناس ويقول هذا لين لا من ثوبي وهذا لين، كلنا نفس الشيء. إبليس لما رفض يسجد لنبينا آدم ربي قال له اطلع من الجنة ومن خيرها، روح خلاص. الكبر له سبحانه تذكر التعنطز وتشوف روحك على الناس وان انت اللي عندك ما عندك، ربي بيكسر. ايه بيكسرك بيكسرك، اسمعها تدوي في اذونك. مو باني اللي اقول، دشوا العم جوجل كتبوا عن عذاب المتكبر، عن الاشياء اقروا اذا انتم ما تفقهون. بيكسرك اذا انت كسرت قلوب الاوادم بقطرستك وكبريائك، بيكسرك اذا انت كسرت خواطر الناس وانت كنت قادر على جبر خواطرهم، بيكسرك. فحاسب، لانه اذا انت كسرت وانت كنت متواضع للناس بيجبرونك بيرفعونك بيعلونك، ما يرضون بكسرك لان كنت لهم طول حياتك بلسم. فاللي رافع هالخشم ينزله ويكون مع الناس بلسم، يجبر كسورهم عشان لينكسر يجبرون كسره.